العقيم، عندنا المركبات 67 مركبه، عندنا دراجات ناريه، ربع دراجات ناريه، وعلى المجموع عندنا 109 اجراء. لا كادونس كنشوفوا الوتيره هي على الاقل تكون وتيره منخفضه، لان لو كان كنشوفوا نسجلوا ان عدد المركبات انخفضت، لكن في عدد الاشخاص ارتفعت. يعني الاشكال هنا على عدد الاشخاص ارتفعت، هنايا نعاود نولوا في مفهوم انه الاشخاص ما راهمش فاقهين مفهوم المرسوم التنفيذي. هذا جاء تكميل المرسوم التنفيذي، يشوف المرسوم التنفيذي اللي سبقه، يقول لك ها الاشخاص المنطقه التي يحجر عليها صحيا من الساعه 7 ساعة. درجات ناريه، تم وضع 3 دراجات ناريه في المحشر. راح نساعدوا في الوتيره تاع الاجراءات، فربما ابارتير من اليوم السياره اللي سائق السياره اللي ما يلتزمش راح يفوت لل مراسيم او قوانين اداريه او قرارات اداريه. في حاله العوض ان الماده 465 راح تضاعف العقوبه، راح تطلع اللي كانت 3 ايام ان شاء الله من اليوم. استاذ الرحمن رانا نحولهم كما قال الاخ تاع السلطان تاع السماع على محضر رسمي برسالة للسلطات او الجهات القضائيه. زيادتنا ان هذا راح يكون فيها الوضع في الحظيره.